بسم الله. لو انا عايز ازود الباوندري من الانلايز هقول له باوندري، وده هيفيدني سواء انا اشتغلت على التحليل في برنامج الريفت ممكن ببلجن، او ان انا اصدر لبرنامج الروبوت، او حتى دلوقتي ممكن اصدر للساب او اي برنامج تاني. اقول له من انلايز باوندري واشوف مثلا هل انا اشتغل فيكسد ولا بنت ولا رولر ولا يوزر. فلو بوينت هبدأ اختار مثلا عمود واقول له انا عايز على النقطة ديت بالشكل دوت، او ممكن لاين اختار حائط او اريا، وممكن اختار مثلا وليكن فلور بالشكل دوت.